انتهى اللقاء، فاز نادي الزمالك 3 نقاط مهمين جدا. نادي الزمالك، الزمالك يصل الى النقطة 14 والمركز الثاني. كابتن فاروق اتفضل. يعني اللي حضرتك تشوفه تحت امرك. يعني مكسب الزمالك يسعى للمكسب، وحصل ان هو كسب. يعني ما مش هنتكلم. لا بالعكس، ليه؟ امال ايه؟ لا احنا كنا اصلا قاعدين بنتكلم في موضوع فكلنا اتنشلنا بقى. مبسوط في حضرتك في ال3 نقط، بس مش مبسوط بالاداء. النهارده انت يعني، وده يعني في الكوره وارد، يعني ان انت ما تبقاش في حالتك النهارده، او الفورمه بتاعت اللعيبه، او تركيز اللعيبه، او الاداء الفني للعيبه ما كانش بشكل كويس. النواحي التكتيكيه النهارده للزمالك، واتكلمنا من بدايه المباراه طريقه اللعب ونص الملعب، ونص الملعب كان عامل مشكله النهارده، توظيف اللعيبه في نص الملعب. يعني لو اتكلمت على توظيف اللعيبه في نص الملعب كان عامل مشكله. يمكن فريق بيراميدز كان مسيطر على نص الملعب طوال المباراه على فكره، لكن الزمالك مركز انه ياخد 3 بطولات. الهدف المبكر، يعني هو برضك ممكن يكون معذور في حاجات معينه، ان هو ما عندوش مهاجم صريح. انت لعبت النهارده، طب ما عنده جزيري، ما مش موجود في الملعب، يعني مش موجود في القايمه. مش عايزه، ده موضوع يرجع له، ممكن في ظروف معينه، ممكن، ودي يمكن اللي كنا بنتكلم عليها. هو اتاخر في الرجوع. ما انت محترف، يعني لازم تبقى منضبط، يعني ملتزم، يعني ما بتتكلم. اخصم يا كابتن منه فلوس، بس ما تخصمش منه. هو بص يا كابتن، انا برضك هكرر كلمه ثانيه، اكتر حاجه تتعب اللعيب الملعب مش الفلوس، مش المحترف يا كابتن. المحترف، امال ايه؟ المحترف عايز يلعب، عايز يبقى موجود. ما يلعب النهارده ويكسب هياخد مكافاه كابتن. لو يعني ما انا بكلمك بالورقه والقلم، يعني انا بتكلم كمدرب، يعني انا بكلمك. هو لو كسب النهارده والفرقه ادت بشكل كويس، وهتاخد حاجتين، هتاخد مكافاه المباراه ومكافاه الاجاده، ايوه، اكتر من الخاص. بس يا كابتن، انت لو عندك لعيب مهم وكده ومحتاجه، الفرقه محتاجاه، تخصم منه فلوس ولا تقعده؟ لا انا مش اقعده. ازاي يعني؟ ما يلعبش، استبعده. ما هو مستبعد، ما هو سيبني. ما انت الاثنين هتعملها فيه، يعني خصم فلوس هتبقى موجوده والاستبعاد موجود. ايوه بس ما الاثنين موجودين، لكن انت بتبص للنادي، للفرقه. هو قرار مدير فني ولا قرار اداره نادي ده يا كابتن؟ انا اعتقد الاثنين مع بعض. لا. يعني الاثنين، يعني المدير الفني اللي خد القرار. ايوه انا 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 ممكن. انا اتكلمت ممكن. ممكن. انا هحكي لحضرتك، كلمت بين الشوطين مع المستشار مرتضى، وقال لي سيف الجزيري جاهز، جه متاخر. هو الراجل مش حابب يلاعبه، ممكن كان يخصم منه فلوس ويلاعبه. لا، وقال لي على شويه حاجات في التشكيل. قلت له انت مقتنع ان الراجل بادي صح؟ قال لي لا، الراجل مش بادي صح. كويس. قلت له الراجل مكمل؟ قال لي طبعا مكمل. بعد ما قال لي والله العظيم، قال لي كل ده، قلت له الراجل مكمل؟ قال لي طبعا مكمل. ما الراجل النهارده النتائج بتاعته، المباراه اللي فاتت كسبان 4 والنهارده كسبان. ما انت بتكلم مش ده، بتكلم مثلا بيراميدز ضلت زي الاهلي والزمالك، يعني نفس المستوى. اللعيبه لما تكسبه النهارده هو نجاح للمدرب. يعني انت لا تبنت اضافه لل11. هو الاستقرار يا كابتن والهدوء كويس. الاستقرار، بص بقى، هو الاستقرار نمره واحد في الاستقرار، ان العلاقه تبقى طيبه بين المدير الفني والاداره. دي نمره واحد، وبعد كده المدير الفني ما بياخد القرارات، الاداره تسنده عشان لو خد قرارات ضد اللعيبه. واضح ان هو ماشي بعلاقه كويسه، يعني واضح ان علاقه فيريرا بمرتضى منصور علاقه طيبه. هو بيدافع عنه، يعني رئيس النادي بيدافع عنه بشكل كويس، امير بيدافع عنه بشكل كويس، ودي طبعا في النهايه انت هتلاقي في انضباط، في التزام. لكن بعكس بقى، ما المدير الفني طلع، اداره النادي طلع تصريح ضد المدير الفني، هتلاقي اللعيبه بقى مشكله. صح. ودي موجوده في الدوري العام دلوقتي، دي مشكله. صح. لكن طول ما الاداره، وده اللي بيحصل استقرار، طول ما الاداره بتساند المدرب ومقتنعه باللي هو بيعمله، هيبقى في نجاح. وعلى فكره كابتن، هو المسؤول في النهايه، حتى رئيس النادي في النهايه هو مشجع، يقعد في الاوضه ويتفرج على الفرقه ويتنرفز، وده صح وده غلط، يخلص الماتش خلاص. المدير الفني ده سيف ضيف. ضيف، يعني يوم ما يخرج عن نص او ما عملش نتائج ايجابيه بيمشي. صح. لكن الاداره موجوده واللعيبه موجوده. بس يا كابتن، التجارب اثبتت ان انت لو وفرت الحمايه اللازمه للمدير الفني، وفرت له الهدوء والاستقرار، هيعمل نتائج. بس ده مرتبط بالنتائج، يعني طبعا. هو مرتبط بالنتائج قبل ما تشوف له الحاله. هو تلاقي انت بس كمان الحمايه فيها استقرار وفيها اجاده. النتائج محتاجه صبر، يعني حتى انا ممكن ابقى موفق، وفي اوقات مش موفق. لو انا شعرت النهارده ان انا على كف عفريت، يعني على طول انا زي بعض الانديه دلوقتي في الدوري الممتاز، مش هيبقى فيه خطوره، خسر هيبقى فيه خطوره، اتعادل هيبقى فيه قلق، لا يمكن يبقى فيه ده في الجدول. في الجدول، لكن لما بتيجي تقول للبطل، البطل عايز الاستقرار، عايز المكسب، هو سلاحه المكسب طبعا. يعني سلاحه عشان تتكلم، وعشان تحافظ على شعبيتك، تحافظ على الوجهه بتاعتك والكيان بتاعك، هو المكسب سلاحك. ما هو كابتن، ما حدش بيكسب على طول، وارد ان انا اعدي بمطبات.
كويس في المطبات لازم ان انا امتى بقى لو المطب طال. بص انا لو انا حطيت النقطه بتاعت مش بكسب على طول الكره فيها مكسب وخساره انا ضيعت اقوى حاجه اللي هي الدوافع المعنويه والنفسيه للعيبه. طول ما انت بتتكلم ان الدوافع المعنويه والنفسيه هي سلاح اللعيبه وان اللعيبه دايما شايفه البطوله شايفه الدرع شايفه ده هو ده سلاحك في النهايه ان انت الاداره بتساند الاداره بتديك القوه كمدرب. بجانب كمان الحاجه المهمه جدا اللعيبه علاقه اللعيبه بالمدرب لازم علاقه اللعيبه. انا بعتقد ان اللعيبه علاقتها حتى لو قاعدين بره ما بيلعبوش يعني النهارده قاعد اوباما وقاعد شيكابالا الاثنين بره هتلاقي علاقتهم بعد المباراه باللعيبه وسند للعيبه وللجماهير وكده. اصل كابتن مش بعد اللعيبه يعني ما فيش حد بعيد قوي هو اللي موجود معاه العبه النهارده العب ده بكره العب ده النهارده اعمل صح تغيير صح يعني مدي احساس للناس ان كله قريب كله قريب وكله هيلعب وكله هياخد فرصته صح, صح كلامك 100%. حتى كابتن الكلام اللي كنا بنسمعه ان انت لازم تثبت فرقه ما بقاش عرف ده بقى ما بقاش عرف يعني انت عندك قوام اساسي يقول في اربع خمس لعيبه لكن مش هتثبت فرقه 11 لعيب. هو كابتن احمد انت بتضحك عليا كابتن احمد.